وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد. بداية، في ظل الصراع السياسي المستمر بين شركاء العملية السياسية والذي أفضى حتى الآن عن شهور وزارات في التشكيلة الأخيرة لحكومة عادل عبد المهدي، كيف تقيم التجربة السياسية للعراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. حياك الله. بداية، نستطيع أن نصف المشهد السياسي المعقد في العراق بأنه فوضوي وأنه مشهد هزيل لا يلبي طموحات الشعب العراقي. الأمريكان عندما دخلوا العراق في عام 2003 أسسوا إلى نهج معين وطريقة معينة أثبتت فشلها الذريع. لاحقته عدة إجراءات في المستقبل وفشلت كل الإجراءات التي تم اتخاذها من بداية مجلس الحكومة إلى الدستور إلى الانتخابات، وأخيرا ما حدث بالعراق في الانتخابات الأخيرة حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى 20% فقط. ما يحدث الآن أن العراق يعيش صراع كبير جدا ليس بين قوى تمتلك رؤى وأهداف تختلف عن القوى الأخرى، فهناك صراع من يقدم أكثر إلى الجارة إيران. هناك صراع شيعي شيعي، كان في السابق صراع سني شيعي، والآن أرادوه هكذا، وهذا الصراع هو سياسي بحت بعيدا عن المذهبية وبعيدا عن الطائفية. وحتى الأحداث الجسام التي حدثت بالعراق والحرب الأهلية كانت ما بين ميليشيات وأحزاب تابعة إلى دول إقليمية أكثر مما هو صراع بين مكونات الشعب العراقي. لذلك المشهد يبقى مستمر منذ عام 2003 ولحد الآن بوضعه الهزيل ووضعه الفوضوي، وأعتقد بأنه هذا ما تريده القوى التي دخلت العراق، وهذا ما تريده القوى الإقليمية التي تدعم العملية السياسية، فهو يلبي طموحات هذه القوى وهذه الدول وجعل العراق ضعيف بدون قرار هو مبتغى أغلب هذه الدول. أستاذ زياد، برأيك إلى أي مدى استطاعت تلك الأحزاب أن تقدم مشروع وطني أو بناء دولة مؤسسات حسب رأيكم؟ الحقيقة لا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا بنظرة طبيعية وعادية على العراق الآن من شماله إلى جنوبه، من الفاو إلى زاهو. تستطيع أن تشاهد بأم العين المهازل وسوء الخدمات وانعدام الأمان في العراق. نتحدث عن عراق لا يبنى به أي مستشفيات، لا يبنى به أي جسور، لا يقدم أي نموذج أمني مشرف. عراق مبني على الطائفية، عراق بدون دولة مؤسسات، عراق النظام القضائي فيه فاشل، وهذا ليس رأيي الشخصي وإنما رأي المنظمات العالمية التي لها تقارير ومنشورة في أرصن المواقع وأرصن المؤسسات العالمية بأن بغداد هي أسوأ مدينة تعيش في العالم كعاصمة، أما المدن الأخرى فهي مدن مدمرة، هناك ملايين النازحين، هناك ملايين المهجرين، هناك شهداء من كل مكونات الشعب العراقي ومناكفات سياسية مستمرة. النائب السابق رحيم الدراجي يقول إن التجربة الانتخابية في العراق لا يمكن الوثوق بها، لماذا برأيكم؟ لسبب بسيط، الكل يعلم بأن حجم المشاركة كما أسلفت 20% فقط، وهناك عمليات تزوير، هناك عمليات تمرير للدستور العراقي الذي صوتت له 3 محافظات بلا، هناك تنسيق ما بين الأحزاب والكتل السياسية مع دول الجوار، لا توجد عملية سياسية. حتى المكون الرافض
للاحتلال الأمريكي والإيراني أصبح اليوم جزء من اللعبة السياسية، ويقومون باستبداله بلاعبين جدد، شخصيات جديدة تستطيع أن تقدم أكثر إلى إيران. ولربما التقارير الأخيرة وخاصة في القدس العربي تم نشر أن أغلب الكتل السياسية تم تمويلها من إيران. طيب اليوم أستاذ زياد، السؤال الأهم، السؤال من إيران، السؤال الأهم هنا، بعد كل هذه المعطيات والكل يجمع على فشل من يسمون نفسهم أحزاب في إدارة العملية السياسية في العراق، إذن لماذا يتركهم الشعب ولم يستطع إلى اليوم أن يغيرهم؟ الشعب كان واضح جدا في البصرة، قال كلمته. الشعب في مدينة الموصل قال كلمته. سابقا خرج بمظاهرات واعتصامات أكثر من سنة. الآن عندما زارت الرئاسات الثلاثة مدينة الموصل، شاهدنا ماذا حدث في محافظة نينوى، شاهدنا ما حدث لرئيس الجمهورية. كلمة الموصل مدوية، كلمة أهل البصرة مدوية، التظاهرات في ساحة الحرية واضحة. لكن هناك عمليات قمع، هناك عمليات اعتقال، هناك من ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي يتم قتله. أين علاء المجدوب؟ من قتله؟ كل يعلم بأنها سابقا شماعة داعش، واليوم أصبح الجميع يدرك بأن صاحب القرار هم الميليشيات المرتبطة بإيران، وقتلت ناشطين في مدينة الموصل، وقتلت ناشطين في بغداد، والكل يعلم بذلك. ومن يعترض على أي تصرف مصيره القتل أو التهجير أو الاعتقال أو التنكيل. وأنا حدث معي شخصيا هذا الأمر في عام 2013، تم اعتقالي. فإذا كثير من الناشطين والصحفيين مغيبين، ولا هذا الكلام لو أقوله الآن في العراق تم اعتقالي، يتم اعتقالي فورا. أكون محظوظ إذا عرف الناس أين أنا معتقل. من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.